يأتي لكي ينزع المعاسر من الأرض، الحاجات اللي بوظها الشيطان يرقيها في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، يجدد الأرض. روح اقراها في أشعية 66، الحمل والذئب بيرعيان معا، الأسد بيأكل التبن. الحيوانات ما كانش في حاجة اسمها حيوانات مفترسة، كل الحيوانات والطيور والأسماك كانت كلها نباتية، وحتى الإنسان كان نباتي لغاية الطوفان. لما دخل الطوفان وانتهى، ربنا سمح للإنسان، قال له اذبح وكل، بس ادى علامتين. العلامة الأولى إن عمر الإنسان بعد ما كان 900 و800 بقى 120 سنة. الحاجة التانية إن زي ما انت هتأكل حيوانات أليفة، الحيوانات هتفترسك وهتبقى اسمها حيوانات ايه؟ متوحشة، الوحوش بتوع العالم. لكن ده كله ده هيتغير، هترجع كل حاجة لطبيعتها.